نحن في حلقة جديدة من وقفات شهر رمضان الكريم، شهر العطاء، شهر الجود، شهر الخير، شهر المغفرة، شهر الرحمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قدوم شهر رمضان فرج للأمة، خاصة يمننا وبلدان المسلمين عامة. ويقدم علينا شهر رمضان ونقول للشباب شهر مبارك، شهر مبارك، كل عام وأنتم بخير. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما يرويه عن ربه: الصيام جنة، فإن كان أحدكم فلا يرفث فيومئذ ولا يصخب، وإن سابه أحدكم أو قاتله فليقول إني امرؤ صائم. فالصيام جنة كما قال العلماء، جنة أي وقاية عن المعاصي، وقيل بعض العلماء الوقاية عن النار. فنحن في شهر رمضان نقي ألسنتنا عن الكذب وعن الحرام، وخاصة عن الرفث، وهذا وهو القول الفاحش والسخب، وهو الصوت المرتفع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم الذي يكون كثير الخصومة. فإن سابوا أحدكم أو قاتله فليقول إني صائم، لأن الصوم تكون معاملة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا أيها الأخوان، أيها الشباب، أيها المستمعين، أيها المشاهدين، أن نحفظ أنفسنا عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، لأنه شهر رمضان شهر تقوى، شهر إخلاص، شهر مرحلة أن يجدد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لكي نستفيد من شهر رمضان. إنما حقيقة شهر رمضان، إنما نستفيد من شهر رمضان بأن نزداد في الخير، بأن نزداد في الأعمال الصالحة، ولا نحدد أوقات الأعمال الصالحة في شهر رمضان قط، ولكن نكون في استمرار وفي ازدياد في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان. فنرتب أوقاتنا، نجلس مع أولادنا، نجلس مع نسائنا، أن نجعل لهم وقت محدد، نجلس مع الأولاد، مع الشباب، أن يكون لهم وقت في قراءة القرآن الكريم، وفي لهم نصيب من الأعمال الصالحة، ومن المحافظة على صلاة التراويح وعن الصلوات في جماعة. فينبغي كل إنسان وكل شباب أن يواظبون في شهر رمضان على الصلاة في جماعة، وأن يواظبون على السنن، على النوافل، وعن صلاة الوتر، وعن صلاة التراويح، ولا سيما أن يكون ما بيننا التزاور بين الأخوان، بين الجيران، بين الأقارب، بين الأرحام، لأن شهر رمضان شهر التعاون، شهر التراحم. ليس يكون بيننا وبين أخواننا وبين جيراننا تقاطع أو تخاصم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقاطعوا ولا تدابروا. يجب علينا أيها الأخوان، ومن هذه الحلقة كل إنسان، كل من يستمع، كل من ينشر هذا المقطع، عليه أن يبلغ أخوانه المشاهدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل شهر رمضان شهر مغفرة وشهر قدوم خير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. شهر كريم قد أطل، شهر الصيام والعمل، أبشر إذا ما الشهر حل.